احنا انطلاقا من ايماننا بالمبادئ المساواه التامه والحريه المطلقه، بالطبيعه ثم فصول وقوانين احنا نمنعوهم ونطالبوا بالغائهم، كما الفصل 74 اللي يمنع غير المسلم انه يترشح للرئاسه، كما الفصل 230 المجله الجزائيه اللي يمنع ويعاقب على المثليه الجنسيه، كما نطالبوا بالغاء منشور 73 اللي يمنع المسلمه التونسيه المسلمه من الزواج من غير المسلم، كما قانون العده الى اخره. اي فصل ولا اي قانون في مجله الاحوال الشخصيه بنت في مجله الاحوال الشخصيه والا في المجله الجزائيه هو يكرس للتمييز ويظلم تونسي على حساب تونسي اخر، احنا نطالبوا بالغائه. واحنا اسسنا بمناسبه تاسيس زاده المجلس التونسي العلمانيه مرصد نتقابلوا فيه مختلف الشكايات باش تكون امور ملموسه وبراغماتيه. فوالا في الطيف السياسي جبهه شعبيه معكم مثال ولا؟ والله احنا وجهنا الدعوه للناس الكل، الاحزاب مختلف الاحزاب اللي موجوده في تونس، معناش مع اي واحد يلا روحوا في ميثاق المواطنه، اني انا ندعوكم الكل قبل ما تصدروا اي حكم تطلعوا عليه تقراوه، سي 6 بوان سي با ترو لون، تطلعوا عليه واللي وراه روحوا فيهم يتفاضلوا معنا.